أهلا بكم في مدارس الوطن العربي. عنوان وحدتنا لهذا اليوم فلسطين الحبيبة للصف الخامس لمادة اللغة العربية. فلنبدأ أعزائي الآن بقراءة درس فلسطين صفحة رقم 50. فلسطين. جلست الجدة تحدث حفيدتها علياء عن قريتها الصغيرة التي عاشت فيها مع والديها وإخوتها، وكانت تمسك بيدها مفتاحا قديما تنظر إليه. اغرولقت عيناها بالعبرات وبصوت حزين قالت لحفيدتها: لن أنسى فلسطين ما حييت، ولن أنسى قريتي التي تقع على سهل أخضر تكثر فيه أشجار التين والزيتون وكنوم العنب، وغير بعيد عنها بيارات البرتقال، والجبال تكسوها أشجار السرب. كنا في المساء نجلس تحت شجرة جوز قديمة في ضوء القمر. نستمع إلى بطولات يحكيها لنا جدي عن صلاح الدين الأيوبي وعن تاريخ وطننا العريق وعن تاريخ القدس والمعارك العظيمة التي جرت على أرضها. كنت في الأعياد أذهب مع والدي لأصلي صلاة العيد في المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس. وكم كان يعجبني بناء قبة الصخرة من الداخل والخارج. ثم نزور المسجد الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل. كنا ندعم في قريتنا بحياة هادئة رغيدة سعيدة. ثم نظرت الجدة نظرة فيها حنين وقالت: كنا نعيش في أمن وسلام، آمل أن يبصغ فجر جديد على أمتنا لنعود إليك يا فلسطين. قالت علياء: وأنا آمل يا جدتي أن أرى وطني فلسطين محررا من الاحتلال الصهيوني، فأنا لا أعرفك إلا من أحاديثك عنه. إذا أردنا الحديث عن فلسطين فالأفضل تعبير يقال عن هذه الأرض الغالية إنها قلب الأمة العربية النابض على هذه الأرض التي يفوح منها عبق التاريخ وأصالته، حيث تتمتع بمكانة كبيرة بين دول العالم أجمع وخاصة بين الدول العربية، فلها مكانة تاريخية ودينية وسياحية كبيرة تفتقر لها الكثير من الدول. الفكرة الأولى. الفكرة العامة: الجدة تحمل المفتاح وتتحدث لحفيدتها عن فلسطين. المعاني والمفردات: العبرات، الدموع، اغرورقت، امتلأت بالدموع، الحفيد، ابن الابن أو ابن الابنة. الفكرة الثانية. الفكرة العامة: الجدة ترسخ الذكريات في عقل حفيدتها ووصف طبيعة قريتها. المعاني والمفردات: ندعم، نسعد، رغيدة، العيش الطيب الواسع، ثراها، ترابها، خاضها، شارك فيها، بيارات، مزارع الحمضيات، صلاح الدين الأيوبي، قائد مسلم هزم الصليبيين واستعاد القدس، تكسوها، تغطيها، العريق، قديم ومعروف الأصل، قبة الصخرة، من أهم مساجد القدس بناها الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان، المسجد الإبراهيمي، مسجد يقع في الخليل له قدسية خاصة عند المسلمين، المسجد الأقصى، مسجد في القدس هو أولى القبلتين. الفكرة الثالثة. الفكرة الرئيسية: أمنية الجدة وحفيدتها في تحرير فلسطين. حنين، الشوق، آمل، أتمنى
يسوغ يطلع فجر، المقصود مستقبل مشرق تتحقق فيه الأماني. أمتنا المقصود الأمة الإسلامية والعربية. الاحتلال الصهيوني احتلال اليهود لفلسطين العربية وتشريد سكانها وإقامة دولة صهيونية تتعامل مع العرب الباقين بشكل إجرامي.